اليوم مثل ما قلت بهذه المحاضرة راح نتكلم عن Frequency Response Design Method، وبهذا الجزء الأول من المحاضرة راح نتكلم عن البود دايجرام أو البود بلوت. بالبداية سبب استخدام Frequency Response Method هو أنه طريقة تختلف عن الطرق الأخرى اللي استخدمناها لحد الآن، اللي هي تعتمد على التايم دومين أو اللي تعتمد على الاس بلين الاس دومين، إنه هذه الطريقة تعتمد مباشرة على الرو داتا اللي ممكن نحصلها بالنتائج العملية. مرات بعض السيستمز ما نقدر نحصل لهم ماثماتيكال موديل، ممكن يكون السيستم هذا معقد جدا، ممكن يكون سيستم اوف سيستمز، يعني عبارة عن مجموعة سيستمز متداخلة بيناتها. بهذه الحالة الماثماتيكال موديل راح يكون شيء معقد جدا، ومرات ممكن ما نقدر نوصل له. اشطوروا الناس اللي يشتغلون بهذا المجال هذه الطريقة اللي هي تعتمد على شنو؟ على الانبوت والاوتبوت للسيستم. اي سيستم عندنا مجرد ان نعطي انبوت واوتبوت ونحسب ذول الانبوت واوتبوت، نحسبهم يعني نقيسهم، لان احنا جاي نحكي هسه حاليا براكتيكالي، يعني in the real world، نحسبهم ذولا او نقيسهم ونسجل هذه القراءات، راح نقدر نبني نمط معين للبيهيفير بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على التردد اللي يشتغل به هذا النظام. وحتى نكون اكثر دقة، حتى نحصل نتائج اكثر دقة، ايش راح نسوي؟ راح نختار احنا الانبوت اللي نستخدمه. عادة حتى يولدون الفريكوينسي ريسبونس ايش يستخدمون؟ يستخدمون الساينوسويدال انبوت. هذا الساينوسويدال انبوت من نستخدمه في سيستم، اذا كان هذا السيستم ستيبل اكيد الاوتبوت راح يكون عبارة عن ساينوسويدال اوتبوت، واذا كان انستيبل اكيد راح يصير عندنا انباوندد اوتبوت. الانباوندد ما معناها انه الاوتبوت ما يشبه الانبوت بالبيهيفير، مثل ما حكينا بالستيبلتي بالمحاضرة الخاصة بالستيبلتي. الفوائد هذه الطريقة شنو؟ انه احنا راح نختبر السيستم عند الترددات العالية. هنا اوكي، مثلا من عندنا سيستم معين، اي نظام هندسي، مرات بالتايم دومين شو نقول؟ نقول انه احنا نقدر نخمن البيهيفير ات التايم انفينيتي. زين، التايم انفينيتي هذا نفترضه انه هو النقطة اللي يوصل بها السيستم لحالة الستيدي ستيت. زين، وممكن هذه الستيدي ستيت يوصلها السيستم بعد 10 ثانية او بعد 20 ثانية، وهذا راح نعتبر التايم هنا طلاب تسمعوني واضح او اكو مشكلة عندكم بالصوت؟ لا نعم دكتور واضح. البقية تسمعوني واضح؟ نعم دكتور واضح. سارة تسمعيني واضح؟ نعم دكتور حسة قاعد أسمع. سارة صباح الخير، إيش بيك؟ دكتور مريضة، مو هسة وأنا قاعدة، هسة مريضة. الله يساعدك. تمام، زين. دكتور هسة واضح الصوت وصورة؟ أكيد. تمام، إيه تمام.
جيد إذا هيك. هسه خلينا نفترض عندنا في السيستم معين، هذا السيستم الترانسفير فانكشن اسمها تي اوف الاس، واللي هي تساوي لنا واي اوف اس اوفر يو اوف الاس. سوري انا ما عقبت على نقطة بعد النقطة، سوري قطعت الجملة كنت اتكلم، انه سبب استخدام الفريكونسي ريسبونس بدل التايم ريسبونس. لان دائما مثلا المهندسين نعتمد على النقطة اللي هي التايم تساوي انفينيتي، اللي نفترضها احنا النقطة اللي يوصل بها السيستم لحالة الستيدي ستيت، هذه راح نعتبرها انه التايم يكون بها انفينيتي، وعلى اساسها نحسب البيهيفير بهذه النقطة. لكن مرات اكو سيستمز ممكن تاخذ زمن انفينيتي فعلا حتى توصل لحالة الستيدي ستيت، او ممكن هذا السيستم الانبوت مالته متغير باكثر من حالة، لذلك ممكن ما نقدر نختبره بنقاط مختلفة او بنوعيات انبوتس مختلفة ونخمن انه البيهيفير مالته شنو راح يكون. الباحثين بهذا المجال سووا، افترضوا انه بدل ما يعتمدون على التايم ريسبونس يعتمدون على الفريكونسي. زين، هذا راح يخدمهم بشنو؟ راح يخدمهم انه راح يعرفون شو وقت هذا السيستم راح يتحول الى انستيبل من زايد التردد. التردد هنا بهذه الحاله راح يكون مور افكتيف حتى نكتشف الويكنسز اللي موجوده بالسيستم. صحيح احنا نعرف انه ممكن نستخدم step input حتى نختبر هذا السيستم، بدل هذه نقدر نستخدم شنو؟ نقدر نستخدم الفريكوانسي analysis. هذا الفريكوانسي analysis راح ينطينا واقع، يعني شو هنقول، تفسير ثاني للواقع الخاص بالسيستم. هسه نرجع للفرضية اللي حكينا عنها، اللي انه احنا افترضنا عندنا ترانسفير فانكشن هي عبارة عن تي اوف الاس. هذه الترانسفير فانكشن تساوي واي اوف اس اوفر يو اوف اس. طبعا هنا انتبهوا، مثلا انا استخدمت زين تي اوف الاس هي نفسها الجي اوف الاس، او ممكن استخدم اي رمز ثاني، مثلا استخدم ام اوف اس. تمام، واضحة؟ هذا يعني مو فشي جديد، هذا عبارة عن ترانسفير فانكشن. اوكي، ها are you with me؟ تمام دكتور. زين جيد، هذا ال T of S هي عبارة عن Y of S over U of S. اذا افترضنا ال U of T هي عبارة عن ساين ويف، هي عبارة عن اي مضروبة في ساين اوميجا نوت، اكيد اليو اوف الاس باستخدام اللابلاس ترانسفورميشن راح يكون عبارة عن الاي في الاوميجا نوت تقسيم اس تربيع زائد اوميجا نوت تربيع. اذا اريد نحسب الواي اوف الاس من المعادلة هذه الموجودة بالاعلى، راح نقول ال y of s راح تكون عبارة عن t of s مضروبة في ال u of s اللي هي عبارة عن sinusoidal signal. زين، هسه هذه ال y of s نقدر نكتبها بطريقة ثانية بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على ال partial fraction method المتعلقة بال Laplace transformation. كنا نعرف انه باستخدام البارشال فراكشن نقدر نكتب اي معادلة function of s بهذه الطريقة، عبارة عن constant تقسيم s plus or minus p. اذا افترضنا انه عندنا minus p، فذول راح يكونون مو فقط البولز، الزيروز ايضا،
الزيروز ايضا راح يختفون هنا اذا كان اكو زيروز. ليش؟ لان احنا بالبارشال فراكشن يظهر عندنا فقط اللي بالمقام، اللي بالبسط يختفي، قصدي اي اس بالبسط يختفي، يبقى فقط شنو اللي بالمقام. الجزء التي اوف الاس، الجزء اللي موجود بهذه الواي اوف الاس اللي هو التي اوف الاس، نقدر نكتبه لحد هنا، لحد الالفا ان تقسيم اس ماينس بي ان. والمتبقي من هذه المعادلة اللي هو الاي في الاوميجا زيرو تقسيم اس تربيع زائد الاوميجا زيرو تربيع، هذا شنو راح يكون؟ راح يكون دول التو تيرمز اللي موجودين بالاخير. طبعا اكيد باستخدام الانفرس لابلاس ترانسفورميشن راح نحصل الواي اوف التي هذه اللي موجودة امامنا. الفاي هذه اللي موجودة بالمعادلة راح تكون هي عبارة عن tan inverse الإيماجينري تقسيم الريل للألفا زيرو، هذه اللي موجودة هنا. إذا نشوف هذا الترم اللي موجود هنا، هذا اللي موجود بنهاية المعادلة اللي هو هذا، طبعا دول ال A وال M هما عبارة عن كونستانت اللي هي هذه نفسها، اللي هي الابسولوت فاليو للألفا نوت أو الألفا زيرو. راح تكتب بهذا الشكل، من هنا نستنتج شنو؟ انه احنا نقدر نكتب الواي اوف التي بدلالة شنو؟ بدلالة الماجنتيود والفيز. المن الماجنتيود والفيز المن للترانسفير فانكشن نفسه. اذا كان عندنا اي ترانسفير فانكشن جي اوف الاس وبدلنا بدل كل اس جي اوميجا، فالماجنتيود راح يكون، كنا نعرف شلون نحسب الماجنتيود بالنسبة للكومبلكس نمبرز، وكنا نعرف ايضا نحسب الفيز للكومبلكس نمبر. حسب ذول المعادلتين. هسه اذا كان عندنا هنا اوميجا زيرو او اي اوميجا ثانية، هنا المهم انه هذه الاوميجا هي تمثل التردد الفريكونسي للسيستم. ذول التو تيرمز الماجنتيود هو نفسيته، هو اما نسميه ماجنتيود او الابسولوت فاليو للكومبلكس نمبر، و الفاي هي تمثل الفيز. او شي يسموها بالكومبلكس نمبر، هلو That was a question. أنا جاي أسألكم. كلكم شايفين هذه الإشارة بالرياضيات شنو معناها؟ دكتور زاوية.
ايه اسمها شنو؟ اكو مصطلح يسموها. دكتور اقسم هلندا لمدا. اي نعم. ما ادري صدق اسمها لمدا. ما اعرف يمكن اسمها لمدا. بقية العفو هي لو لمدا لو قاما. لو لمدا لو قاما. زين فاي فاي انا كاتبها قدامكم. هي فاي اوكي، هي رمز كرمز، هي سموها فاي بس لها اسم شنو هو غير الفيز؟ كومبلكس نمبر انجل. صحيح لو انا متوهم؟ اي نعم. إذا نروح نشوف مثال. نشوف المثال هذا اللي أمامنا. هذا المثال المتعلق بالدائرة الكهربائية. لأن إذا كان عندنا كاباسيتر مربوطة على مصدر للفولتية وللتيار، نشوف الماثماتيكال موديل راح يكون عبارة عن I equal C dV over dt. هاي المعادلة الخاصة بالمتسعة كنا نعرفها. أكيد إذا نعيد ترتيب هذه المعادلة أو باستخدام لابلاس ترانسفورميشن نحول هذه المعادلة، راح نحصل الترانسفير فانكشن اللي هي الاي اوفر الفي تساوي لنا السي في الاس. إذا بدلنا كل اس بجي اوميجا راح نحصل الترانسفير فانكشن الجي اوف الجي اوميجا تساوي لنا السي في الجي في الاوميجا. اكيد كنا نعرف شلون نحسب الابسوليوت فاليو والانجل. هنا بهذه الحاله هذه الترانسفير فانكشن الجديده، هسه الماجنيتيود للجي اوف الجي اوميجا يساوي لنا الماجنيتيود اوف السي جي اوميجا، وهذا ايش راح يساوي لنا؟ تحت الجذر التربيعي الريال بارت سكوير بلس الايماجيناري بارت سكوير. بما انه احنا ما عندنا هنا real part فقط imaginary part، فناخذ ال c مضروبة في الاوميجا نسوي لهم تربيع وبعدها ناخذ لهم الجذر التربيعي، راح يظهر عندنا c في الاوميجا نفسها. بالنسبة للفاي هي راح تكون عبارة عن شنو؟ عن tan inverse الimaginary part over real part. الإيماجيناري بارت هنا بهذه الحالة هو عبارة عن سي في الأوميجا، والريال بارت هو عبارة عن شنو؟ عن زيرو. فالتان إنفرس الإيماجيناري سي أوميجا والريال هو عبارة عن زيرو. إيش راح يصير بهذه الحالة؟ إيش قد الزاوية؟
رقم على زيرو تان انفرس ايش قد الزاوية؟ انسر مي انفينيتي. زين انفينيتي، وشو انا اقول 90؟ 90 هي غير؟ اي ليش 90؟ كوساين الصفر غير؟ شنو كوساين الصفر؟ إذا تاني زاوية 90. كوساين صفر ينطينا زاوية 90. أوكي. بعد. خلاص بس عندي سؤال. هسا احنا ايش قلنا؟ قلنا هذه الفيز او الانجل للكومبلكس نمبر، للكومبلكس سيستم هذا اللي موجود عندنا اللي هو الجي اوف الجي اوميجا، نحسبها بهذه الطريقه. راح تكون عباره عن تان انفرس الايماجينري بارت اوفر الريال بارت، تمام؟ حسب هذه المعادله، تمام؟ جاي تشوفوها. تمام دكتور. زين هسه هنا من يكون عندنا هذه هي المعادلة، هذه المعادلة اللي هي الجي اوف الجي اوميجا تساوي لنا سي جي اوميجا، ورين نحسب الفيز إلها. هنا الماجنتيود بسيط، نسوي السي في الاوميجا، نسوي لهم تربيع، وبعدين ناخذ لهم الجذر التربيعي، راح يطلع عندنا سي في الاوميجا، تمام؟ يبقى عندنا الفيز. بالنسبة للفيز هو عبارة عن تان انفرس imaginary part over real part، يظهر عندنا 90. زين في حين احنا اذا اخذنا tan inverse رقم على 0 راح يكون عندنا tan inverse الانفينيتي، فشون نحسب هذه الزاوية؟ هسه نروح نشوف اي فيجر مثلا موجود عندنا هنا. لا هذي اعتقد المفروض انتو تعرفون معناها شنو من من complex numbers، مفروض يعني supposed to be. زين هسه خلينا ننتقل للمثال الثاني وبعدين نرجع نكمل او نوضح ذيك النقطة اللي صارت هيجي. المثال الاخر اللي نتكلم عنه، خلينا نفترض انه احنا عندنا transfer function d sub c of s تساوي لنا k ts plus 1 تقسيم الفا ts plus 1، وهنا أنا الالفا هي عبارة عن رقم أقل من الواحد. تمام؟ transfer function لا على التعيين، أي transfer function. فإحنا أي transfer function ضمنها حتى إذا كان هذا transfer function يمثل controller مو اللي يمثل system، أيضا نقدر نستخدم frequency response analysis حتى نشوف البيهيفير مال هذا السيستم اي ترددات مختلفة. اذا بدلنا كل اس بجي اوميجا راح يظهر عندنا هذا الفورم للمعادلة. طبعا هذا المثال موجود بالكتاب، يعني هسه هاي الامثلة اللي حكيت عنها انا موجودة بالمصدر اللي هو الفيدباك كنترول اوف دايناميك سيستم. نشوف هذه الترانسفير فانكشن بعد ان بدلنا كل اس وحطينا بدالها جي اوميجا. هسه نقدر نجي شنو نحسب قيمة الماجنتيود لهذه الترانسفير فانكشن اللي راح تكون عبارة عن
الابسولوت فاليو للدي سب سي تساوي لنا الابسولوت فاليو للكي مضروبة في اكيد عندنا نيومريتر ودينومريتر اللي هما البسط والمقام، كل واحد منهم نحسب له ابسولوت فاليو على حدة ونقسمهم بعدين. وكذلك نجي نحسب الفيز، هنا لازم ننتبه نشوف هنا الفيز شلون نحسب. بالنسبة للفيز اي شيء بالبسط يعطينا بوزيتيف فيز، واي شيء بالمقام يعطينا نيجاتيف فيز. زين هنا كان بالمثال السابق اللي شفناه قبل شوية، شفنا انه هذه الفاي من حسبناها طلعت عندنا 90. ليش؟ لان عندنا هذه السي في الاس، هذه الاس موجودة بالوين بالبسط، تمام؟ هذه واضحة شو معناها، يعني شنو قصدي، شنو قصدت من اقول انه اذا كان عندنا اس موجودة بالبسط تعطينا positive phase، واذا الاس موجودة بالمقام تعطينا negative phase. Are you with me or not? نعم دكتور، سلام. واضحة هذه النقطة أو لا؟ الطلاب هذه كلش مهمة. لا ما واضحة. إي أوكي قولوا لي ما واضحة. زين راح أعيدها مرة ثانية. هسه إحنا ممكن شنو ممكن بأي ترانسفير فانكشن إيش عندنا؟ ممكن عندنا بولز وعندنا زيروز، صحيح لو خطأ؟ هذول البولز والزيروز، الزيروز وين موجودين؟ بالبسط، والبولز وين موجودين؟ بالمقام، متفقين على هذا الموضوع مو صحيح؟ الزيروز دائما ينطون شنو؟ دائما ينطون بوزيتيف فيز للسيستم او لل من نحسب الانجل. هو هم هذول شنو معناهم؟ هذول معناها انه احنا جاي نحسب الاوتبوت مال هذا السيستم. ليش؟ لان على افتراض انه احنا مفترضين الانبوت هو عباره عن ساينسويدال سيجنال، فاحنا هنا جاي نحسب تأثير هذا الترانسفير فانكشن على الاوتبوت. الاوتبوت هذا او عفوا الترانسفير فانكشن هذه اذا كان بيها زيروز فراح تعطينا بوزيتيف فيز افكت، واذا كان بيها بوز راح تعطينا نيجاتيف. نروح للمثال الثاني. إذا نشوف هذه المعادلة مال فيز، نشوف ايش ظهر عندنا هنا، ظهرت عندنا إشارة سالبة. سبب هذه الإشارة السالبة شنو؟ هو إنه احنا عندنا بول موجود بالمقام، فقلنا الزيرو ينطينا بوزيتيف فيز اللي هو الترم الأول هذا، والبول ينطينا نيجاتيف فيز. هما أصلا دول الفيز شنو معناهم؟ يعني هسه احنا هنا جاي نحكي عن السيستم، احنا سابقا احنا دارسين هذه بالرياضيات، بس هسه هنا فيزيكالي جاي نحكي عن الكنترول سيستمز، شنو معناهم ذولا؟ جاي يسوون هذا الفيز، ما معناه انه الاوتبوت مال السيستم اذا كان الفيز موجب، ما معناه انه الاوتبوت راح شلون خلينا نقول يسبق زين الانبوت مال السيستم بمقدار زاوية معينة فيز، وكأنه احنا جاي نسوي فيز شيفت. طبعا هذه اكيد هسه كلكم راح تظلون صافتين، راح تقولون فيز شيفت شنو هاي بعد. عموما خلينا نفترضها هيج، وكأنه احنا هذه الزاوية اللي هي الفاي او اللي هي الفيز راح تمثل لنا الاوتبوت راح يتقدم على السيستم او يتاخر، هذا الفرق بين او هذا معناه كفيز. زين بالنسبه للماجنتيود
الماجنت هي بسيطة يعني ما معناها ايش قد راح يتغير الاوتبوت عن الانبوت كقيمة كفاليو كامبليتيود. اذا افترضنا انه احنا عندنا ساينسويدال الامبليتيود مالتها واحد وكان عندنا الماجنتيود لهذا السيستم قيمته ثلاثة فالاوتبوت راح يكون شنو؟ راح يكون نفس الامبليتيود اللي موجود بالانبوت سيجنال مضروب فيه ثلاثة. هذا هو معنى الماجنتيود. بالنسبة لمعنى الفيز راح يكون شقد راح يتقدم او يتأخر هذا الاوتبوت عن الانبوت سيجنال. هسه شلون حسبهم هنا؟ اكيد كنا نعرف شلون نحسب شلون نتعامل ويا كومبلكس نمبر بالبسط وبالمقام. ناخذ هذا الريال بارت، هذا الايماجينري بارت اللي هو تي اوميجا، بالنسبه للماجنتيود نربعهم ونخليهم تحت الجذر التربيعي. الكي هي تربيع، تحت الجذر التربيعي راح تبقى كي مثل ما هي. جوا بالمقام راح يكون عندنا ايضا الريال بارت، الايماجينري بارت راح يكون الفا في التي في الاوميجا، ايضا تربيع تحت الجذر التربيعي. هذا اللي صار هنا بهذه المعادله. بالمعادلة الثانية أكيد راح يكون عندنا شنو؟ قلنا tan inverse imaginary over real، imaginary over real راح يكون هنا عندنا tan inverse t في الأوميجا أو أوميجا t تقسيم واحد minus، لأن قلنا عندنا بول هذه للزيرو نشوفها positive وهذه للبول نشوفها negative. تان انفرس الفا في الاوميجا في التي زين. هسه خلي نجي نفترض هسه صاروا عندنا ذولا المعادلتين، حسبنا الماجنتيود والفيز. الفرضية اللي نسويها دائما بالفريكوينسي ريسبونس اناليسيس، اذا افترضنا انه قيمة اوميجا قليلة جدا تقريبا زيرو، لكن هي مو زيرو تمام. ليش؟ لان ما ممكن نفترض انه الاوميجا تساوي لنا زيرو، ماكو شيء اسمه تردد زيرو. الزمن ممكن يكون زيرو لكن بالتردد ما ممكن. زين واضحة هذه؟ فاذا افترضنا انه الاوميجا هذه قليلة جدا مثلا واحد بالالف او واحد بالعشرة الاف، ونجي نعوضها هنا بهذه المعادلة الخاصة بالماجنتيود. ايش راح يظهر عندنا؟ اذا هذا الرقم راح يكون واحد زائدا الاوميجا قليلة جدا تقريبا واحد بالعشرة الاف ونسوي لها تربيع راح تصير عشرة اس ناقص ثمانية. هنا أنا بالأسفل أيضا نفس الشيء، إيش راح هذه نقدر شو نسوي؟ نقربها إلى واحد، لأن العشرة أس ناقص ثمانية رقم قليل جدا، راح نفترض إنه البسط واحد والمقام أيضا واحد، بالنتيجة راح تكون قيمة الماجنتيود هي عبارة عن كي فقط، لأن القيمة المطلقة لكي هي كي. وبالحالة الثانية شنو؟ بالحالة الثانية إذا افترضنا قيمة الأوميجا رقم عالي جدا، إذا كانت قيمة أوميجا رقم عالي جدا فالماجنتيود راح يكون بهذه الحالة هو عبارة عن K over ألفا، وألفا قلنا شنو؟ قلنا هي عبارة عن رقم أقل من واحد، بس اكيد لازم يبقى بوزيتيف هذا الرقم، ما يصير يعني ما يصير نستخدمه نيجاتيف. بما انه بالتردد العالي قيمة الماجنتيود لهذا السيستم هي عبارة عن كي اوفر الفا، هذا راح ينطينا انديكيشن شنو؟ الالفا اقل من الواحد، هذا راح يقودنا الى شنو؟ الى انه في حالة زيادة التردد راح تكون قيمة الماجنتيود أعلى من الترددات القليلة،
بالهاي فريكوانسي راح يزيد الماجنتيود لهذا السيستم، واللو فريكوانسي راح يكون اقل. بالنسبة للفيز، اذا افترضنا قيمة الاوميجا رقم قليل جدا تقريبا صفر، شكد راح يكون الفيز هنا بهذه الحالة؟ راح يكون ايضا زيرو. واذا كان التردد عالي، يعني رقم عالي جدا ممكن 10,000 100,000، زين شلون نحسب الزاوية بهذه الحالة؟ مثلا اذا تحسبون تان انفرس 100 على سبيل المثال، ايش قد راح يطلع عندكم الزاوية؟ Would you please try it now؟ 89.4. زين، نزيد بعد مو 100، نسويه 1000. هم 89.9 بس. نسوي 10,000. 89.99. زين، جيد، تمام. هسا نشوف ايش صار بهذا الفيز. راح يثبت تقريبا الى ان يوصل لل، يعني ممكن ناخذ فد رقم 10 أس 100 أس 23، هيك يلا وصلنا للتسعين. زين، هو تمام راح يوصل للتسعين، لكن شنو عندنا اللي لازم ننتبه له؟ انه هذه قيمتها 90 وهذه ايضا قيمتها 90، لان اثنين احنا راح نزيد قيمة الاوميجا بالحالتين بالتو تيرمز، فالتسعين ماينس 90 راح تطلع عندنا تقريبا زيرو. تمام، مفهوم؟ لان دول التو تيرمز مشابهين، ما عدا وجود شنو؟ ما عدا وجود الالفا. اذا زيدنا قيمة اوميجا سويناها مثلا في المليون، زين، هنا راح تكون الزاوية 89.5 مثلا او 0.9، وهنا ايضا 89.9، وهذا ايش راح يسوي؟ راح يحول لنا هذا الترم الى شنو؟ الى زيرو. لكن بنقطة من النقاط ان يكون التردد في نقطة معينة، بعدين إن شاء الله يعني نعطي تفاصيل أكثر بهذا الموضوع من نجي نرسم البودي بلوت، راح نتكلم شلون نقدر نحدد النقطة اللي يصير بيها التغير بالفيز. نقطة من النقاط هذه راح تتحول إلى 90 ممكن قبل هذه، زين، هذه الزاوية ممكن أو هذا التيرم راح يتحول. أنا ليش أقول ممكن؟ لان انا ما اعرف قيمة التيش قد هسه حاليا، فراح اقول شنو؟ راح اقول انه او على اكثر هي بسبب وجود الالفا، اكيد هذا راح تتحول قبل هذه، هذا راح يصير 90 وهذه بعدها ما صارت 90، راح وكأنه يصير عندنا صعود بالفيز وبعدها يصير عندنا نزول. هسه ذولا احنا حكينا عن شنو؟ احنا حكينا عن أقل قيمة وأعلى قيمة موجودة بالترددات. إذا نأخذ القيم اللي بيناتهم، زين، ونقسمهم إلى مجموعة نقاط ونجي نعوضهم بهاي المعادلات، مو كل مرة نقدر نحسب قيمة ماجنتيود وفيز؟ ها صحيح؟ صحيح. بما انه صار عندنا اكثر من نقطة، صار عندنا اوطى نقطة بالفريكوانسي واعلى نقطة بالفريكوانسي، وصار عندنا النقاط اللي بالوسط، هذول المعادلتين نقدر نرسمهم، نقدر نرسمهم اكيد versus شنو؟ versus اوميجا اللي هي الفريكوانسي. يعني مرة راح يكون الاكس
اكسس فريكوانسي والواي اكسس ماجنتيود، ومره يكون الاكس اكسس فريكوانسي والواي اكسس هو عباره عن الفيز. وهذا اللي جاي نشوفه هسه احنا هنا في هذا الفيجر. واضح الفيجر امامكم؟ نعم دكتور. زين، هذه نفس الفكرة اللي اوكي، هو هذا اللي كومبنسيشن. اوكي زين، نفس ال... يعني هسه هذا الفيجر هي المعادلة نفسها، اكيد نعوض قيمة الفا ونعوض قيمة تي، حتى اذا افترضناها واحد راح نحصل هذا الفيجر للماجنتيود وهذا الفيجر شنو للفيز. شوف بالاسفل موجود التردد الاوميجا اللي هي رايدين على سكند، وهذا هنا هذا الاكسس هو عبارة عن الماجنتيود، قيمة الماجنتيود. الفيجر اللي موجود بالاسفل ايضا هذا هو التردد الاوميجا راديان اوفر سكند، وهذه هي قيمة الفيز. نشوف الفيز هنا أنا جايب دي برقم قليل تقريبا زيرو، ويتزايد وبعدها ينزل يرجع لزيرو. طبعا هنا أنا احنا مو نبقى كل مرة يعني نجي نحسب او نجي نعوض هذه الارقام بالمعادلات. ايش نحتاج؟ نحتاج طريقة افكتيف يعني سريعة حتى نحسب الماجنتيود والفيز. زين، فنحتاج نسوي، نحتاج يعني ننظم في الطريقة معينة حتى من خلالها مباشرة احنا راح نعرف الماجنتيود والفيز شلون يصيرون. لذلك ظهروا طريقتين برسم البود بلوت او البود دايجرام. الاولى تعتمد على التخمين، اللي احنا نجي نفترض احنا نعرف كل بيهيفير لكل بول او زيرو موجود بالترانسفير فانكشن، فلذلك راح نخمن مباشرة البيهيفير وننطي فد تخمين هذا البود دايجرام اللي راح يظهر عندنا، او نجي نعتمد على المعادلات نعوض جي اوميجا. زين، ونجي ان ديتيلز نعوض رقم قيمة الاوميجا داخل الماجنتيود والفيز ونرسم الرسم بعدها. لكن المشكلة وين بالطريقة الثانية؟ المشكلة بالطريقة الثانية ممكن انه احنا نحتاج نقاط كلش هواية، لان احنا ما نعرف ايش وقت راح يوصل هذا السيستم لل نقدر نعرف بعدين، راح نحكي على الموضوع شلون نحدد هاي النقاط. لكن مرات اكو سيستم يحتاج تغيرات كلش عالية، عدد البولز والزيروز الموجودين بيه عالي، فلذلك الافضل شو نسوي؟ نجي نخمن ونعطي شكل تخميني، وراح نشوف انه هي الطريقة ايضا افكتيف يعني نقدر نعتمد عليها. الملاحظة الأخرى اللي أريد أذكرها هنا، إذا كان عندنا transfer function مثلا g of s وعوضنا بدل كل s j أوميجا، هذه الـ transfer function نقدر نعتمد أو نقدر نكتبها بطريقة ثانية. يعني إحنا نعرف أي complex number نقدر نكتبه بالـ exponential form أو بالـ sign form مالته. أي complex number موجود عندنا بالرياضيات كنا شو نسوي؟ كنا نقدر نكتبه بطريقة ثانية اللي هي بالاعتماد على الماجنتيود والانجل، وكان الفورم له هو عبارة عن كنا نسميه ال R exponential I theta. زين، هذه ال R هي تمثل الماجنتيود
والثيتا تمثل الانجل لهذا السيستم. اذا افترضنا عندنا جي اوف جي اوميجا بعد ان نعوض بالاس جي اوميجا راح نقدر نكتب السيستم بطريقه ثانيه. الترانسفير فانكشن للسيستم نكتبها بطريقه ثانيه اللي هي بالاعتماد على الاكسبونينشال فورم او الساين فورم للكومبلكس نمبر. راح نكتب بهذا الشكل لكل جذر راح نكتب ار واكسبونينشال جي في فاي. بعد هذول نقدر نعيد ترتيبهم بهذا الشكل موجود امامنا. الار هم كونستانت كلهم نقدر نستخدم بسط ومقام. هذا راح تكون عندنا قيمة الماجنتيود الكلية او القيمة المطلقة. وبالنسبة للجي في الفاي نشوف انه هذا الاكسبونينشال راح يحتوي على مجموعة من الفايز مرة بوزيتيف مرة نيجاتيف حسب الجذر اللي كان موجود بالترانسفير فانكشن. اذا كان بالبسط زيرو فالفاي الى بوزيتيف، واذا كان بالمقام بول فالفاي الى نيجاتيف ساين. وبالتالي هذا راح يقودنا الى شنو؟ انه القيمة المطلقة او الماجنتيود هي عبارة عن ذولا القيم المطلقة للجذور الموجودة بالترانسفير فانكشن للبسط والمقام كل واحد على حدة. اكيد نقدر نضربهم. بعدها حتى يكون عندنا اللاين اللي جاي نستخدمه بالاكس اكسس ياخذ اكبر قيم ممكنة بالنسبة للفريكوانسي راح نستخدم شنو؟ راح نستخدم اللوغاريثميك سكيل. اللوغاريثميك سكيل راح يحول لنا القيم العالية مثلا اللي هي 10 أس 5 على سبيل المثال او 10 أس 16 راح يحول لنا اياها الى ارقام قليلة نقدر نرسمها بسهولة، لان اللوغ للاساس 10 للعشرة اس 5 ايش قد يساوي؟ هلو لوغ العشرة أس خمسة للأساس عشرة إيش قد يساوي؟ خمسة. إيش بيكم صافنين؟ زين إذا نسوي لوغ لهذه الماجنتيود، زين أكيد اللوغ بالبسط والمقام حيكون بنفس الطريقة. اللي بالبسط راح يكونون بوزيتيف واللي بالمقام راح يكونون نيجاتيف. زين هذا من القواعد اللوغاريثمز. بعدها نقدر شو نسوي؟ نقدر بعد نضيف إضافة. عادة المهندسين شو يستخدمون؟ يستخدمون الباور جين الباور ديسيبلز حتى يحسبون قيمة الماجنتيود. والباور ديسيبلز هو عبارة عن 20 وعبارة عن 20 في لوج. فالصيغة النهائية للقيمة الماجنتيود اللي راح ناخذها هي راح تكون عبارة عن 20 في لوج قيمة الماجنتيود الأصلية اللي هي الجي اوف الجي اوميجا. لما نرسم البود دايجرام نحتاج نستخدم هذا الفورم الأخير، أو هو نفسه هذا بس راح يكون مضروب في 20. لازم تنتبهون إنه بعض المصادر تستخدم الحالتين، تطبع لنا التو فيجرز أو طبعا عندنا 2 اكسس مثل هذا المصدر اللي موجود عندنا هنا. اذا ننتبه نشوف بالمثال اللي اخذناه هذه الجهه ايش كاتبين بيها؟ كاتبين بيها قيمه ماجنتيود. زين جاي نشوف هنا 10 اس 0 وبعدين 10 اس 1 معناها انه هذه القيمه هنا هي عباره عن صفر،
وهنا هي عبارة عن 10، تمام؟ في حين بالجهة الثانية المقابلة لها اللي كاتبين يمها دي بي اللي هي الديسيبلز، فهذه هي الماجنيتود بالديسيبلز، هنا راح تكون هي عبارة عن 0 وهنا أقصى قيمة لها 20. ليش؟ لأن 10 والزيرة هي عبارة عن 1، ولوغاريثم للواحد هو عبارة عن 0، إذا راح تظهر عندنا 0. وهنا هذه 10 اللوغاريثم إلها شقد هو عبارة عن 1 مضروب في 20، راح تظهر عندنا 20. تمام، واضحة هنا شو معناها الديسيبلز؟ تمام دكتور. نعم دكتور. جيد. اوكي، لهنا نتوقف بالمحاضرة، ان شاء الله نكمل الموضوع بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تفضلوا اسألوا.